مرحبا بكم الوفية، مرحبا بكم في محل جلالة الديكور المتواجدة في مدينة عميلة، بالضبط في الطريق المزدوج. هذه هي الطريق المزدوج، مقابلين بازار علي بابا. هاوليك بازار علي بابا الروبير تاعنا، تجي مباشرة تلقى محل جلالة الديكور. يعني فيديو تاع اليوم يا أمي الحبيبة راح يكون فيديو مخصص لأشياء العيد، يعني نظرا لاقتراب العيد المبارك جبنا لكم أشياء خاصة بالعيد كما الشواقر، الرماص، أشياء التنظيف، بزاف حوايج. تبعوا معايا آخر فيديو، نروحوا مع بعضنا في رحلة متعددة الأشياء. كما راكي تشوفي يا امي الحبيبه الغاليه، وفرنا لك جميع، كاين الطقم كيما هذا فيه كل شيء، كاين اشياء تتباع وحدها كيما الماس الصغار متوسطين الكبار، كاين الشواقر، كاين كيما هذه الاناقه، يعني الله يبارك ما شاء الله حله جديده تاع هذه السكاكين، كاين الصغيره المتوسطه، كاين تاع سليخه، كاين تاع قصان، كاين نستعملوهم يعني طقم كيما هكذا نحطوه في المنزل استعمالات يوميه، المنشار، يعني بزاف اشياء. نبدا على بركه الله بهذا الاطقم ونروحوا مع بعضنا. عندنا هذا الطقم الاول كيما راكي تشوفي يتكون فيه زوج طوابق، عندنا طابق هنايا وطابق هاوديك، شوفي فيه موز زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عندك هذه تسعة، عندك تسعة، وعندك هذه هنايا فيها الفراش ربي يبارك ما شاء الله حلة ولا أروع. وعندنا بزاف لي موديل، دوك نعطيكم الأسعار، راح نديرو لهم تخفيضات هذا النهار هذا بعد، راح نديرو لهم تخفيضات. عندنا الطقم هذا وعندنا الطقم هذا، دوك نرجع لكم نعطيكم الأسعار تاع الطقم هذه. عندنا هذا الموس يصلح للسليخة القصان الله يبارك ما شاء الله، هاوليك كاليتي ما شاء الله، يجي كامل جاي في الإينوكس يعني ما شاء الله. وعندنا تاع الذبيحه ثاني هاوليك كيف كيف هذا، يعني ما شاء الله. عندنا كيما هذا ثاني تاع السليخه هاوليك يصلح للسليخه ما شاء الله، هذا متوفر في محلاتنا، يعني هذا بالنسبه للكاليتي المليحه. لماس صغار عندنا، عندنا تاع 5000، عندنا تاع 7000، 8000، 10000 على حسب الموديل. عندك ثاني هذا يصلح للقصان يصلح للسليخه هاوليك، يعني الاسعار ثاني تاع القصان هذا والسليخه راهم يتغيروا، كاين تاع 50 80 100 على حسب الموديل والجوده تاعو والنوعيه. عندك موديلات كيما هذو، هذا راهو ماضي شفره، شوفي ربي يبارك خالتي مدام، راهو يصلح للسليخه يعني ما شاء الله، هاوليك الله يبارك ما شاء الله. بالاضافه الى هذا ثاني يصلح للسليخه والاستعمالات تاع اليوم، يعني مليح بزاف خلاص. عندنا هذو يصلحوا للذبيحه، فيهم الصغير والمتوسط والكبير، وعندنا اللي يجي طقم كومبلي، فيه اللي يجي كيما هكذا يصلح للقصان ثاني كيف كيف، وفيه تاع الذبيحه، يعني واش بغيتي راه كاين. هذا بالنسبه للكبير تاعو، هو فيه الكبير وفيه الصغير، وفيه المتوسطه، فيه ثلاث احجام، صغير كبير متوسط، دونك تشوفي هكذا وهكذا، وعندك هذا ثلاث احجام، عندك تاع 75 وعندك تاع 95 وعندك تاع 120، هذا بالنسبه لتاع الذبيحه متوفر. نزيدو نرجعو الموديل هذا هاوليك، فيه صغير وفيه كبير، عندك موديل تاع 120 وعندك الموديل الكبير يدير 140 الف، 120 140. عندنا موديل كيما هذا هاوليك جبناه جديد ثاني يدير 48 الف، سكين القصان الله يبارك ما شاء الله، ثاني حاجه مليحه. عندنا هاد السكاكين ايضا كاين تاع 38 كاين تاع 45 على حساب الموديل خالتي العزيزة، راه متوفر. الشواقر، الشواقر عندنا الموديل هذا ثقيل الله يبارك ما شاء الله، عندنا هذا الموديل لي ماتشي ماتشي في الخفيف، يعني حاجة تاع حاجة صغيرة، يعني خريفة صغيرة، هذي تاع خروف شوي كبير، عندك كيف كيف هذا ثاني تاع خروف كبير، عندك ثاني هذا الموديل، يعني سلعة ما شاء الله متوفرة بكثرة. هذا بالنسبة للشواقر. زيد عندنا هذا المروحة تاع الشواء هاديك، هذي السعر تاعها 5000 هاديك 5000، خيرو اختارو ديال الدار. نزيدو نقدمو هنايا، عندنا هذا الطقم هاوليك فيه كل شيء تاعو، فيه مضايا، موس تاع سليخه، موس تاع قصان، وفيه موس تاع ذبيحه، تدي بوشات كيما هكا خالتي مدام وانتي فريتي هذيك المشكل. هذه السعر تاعها كانت تدير 270 دوكا 220 خالتي مدام، هاي لوكازيون، هذه تدي كابا كيما هكذا واجده خالصه ب 220 الف، يعني الطقم كيما هذا ب 220 الف. واش راح نزيدك خالي ما يا عمي العزيز، ها تديها كيما هكذا، ما ظل تحوس على الموس، ما ظل وراح وراح ونحطيته هكذا وكذا، ماضي قاضي حاجه هاوليك، حاب تزيد مضي هذيك تولي لك حريه الاختيار، هو هكا بعد ماضي. فيه مضايا، موس تاع سليخه، موس تاع قصان، وموس تاع ذبيحه، بوشات تخبيها كاينه هكا، عيد 220 الف متوفره. عندنا الماس ثاني تاع المنشار، عندنا عده موديلات، عندك الموديل هذا، عندك الموديل هذا كيما حبيت يا عمي العزيز، عندنا حتى الكبير كيما هذا تاع الشاورما، يعني الله يبارك. الحبيله هاي متوفره، المغزل هاو كاين المغزل هاوليك، يعني كاين كل شيء باذن الله. نزيدو ننتقلو نشوفو المنشار، المنشار عندنا دو موديل، عندنا الموديل هذا هاوليك يدير 280 الف، يعني في الكاليتي المليح هاوليك، هذا هو ماشي تاع النجار، هذا سبيسيال تاعهم. وعندنا هذا، هذا باش يحطوه الاختوات باللي راهو تاع النجار، هذا تاع سبيسيال تاع الحم، هذا يدير 195.
يعني الله يبارك ما شاء الله، عندنا نوعين وعندنا النوع الثالث اللي هو هذا. ها وليك يعني ثاني كذا راه دبابه يجيو مع دي مول، عندك مول زوج ثلاثه. ها وليك يعني ما شاء الله هذا جبناه جديد، يعني حتى هو ما شاء الله يقص قصان هايل بزاف. خلاص عندنا الموس هذا ثاني جبناه جديد، شوف ربي يبارك يصلح للسليخه يصلح للقصان استعمالات المنزل. هذا يدير 45000 سعره 20000، هذا بزاف مليح للسليخه والقصان 20000 فقط. عندك هذا كاليتي مليح 45000 ثاني كاليتي ولا اروع. عندك هذا 35000 ثاني مليح بزاف ثاني السليخه والقصان، هذا ثاني تاع السليخه الله يبارك ان شاء الله. ها هذا خفيف ظريف للسليخه، هذا سعره 15000 تاع السليخه، خير واختار ديال الدار. ها وليك خالي العزيز هذا السليخه ضربه ضربه. عندنا هذا الموديل سعره 45000 يصلح للقصان ثاني ما شاء الله. وعندك لاسيري هذا اللي كنا نحكيو عليها في بدايه الفيديو، فيها ثلاثه، واحد صغير متوسط وكبير. هذه فيها تخفيضات من 220 ولا 870 في ثلاث ماس ب 170، يعني ربي يبارك ما شاء الله. واحد يدير القصان، واحد يدير الذبيحه، واحد يدير السليخه والاستعمالات اليوميه 170. ولا مارك تاعو لايكا، هذا تاع الطليان كاليتي ما شاء الله، يعني لو الناس يتعرف سيتو الجزاره ما يعرفوا هذا الكاليتي لايكا مليحه بزاف. خلاص فيها لونين اسود والاحمر، هذا بما يخص السكاكين اللي خاصه بالذبيحه وخاصه بالسليخه والقصان والاستعمالات اليوميه. نزيدو نشوفو هنا مطارك تاع الشواء، هادو معروفين على كل حال 10000. عندك هذا يدير 45000 ستة قطع. عندنا هذا اللي يعلقوا فيه هاوليك، هذا دوبلي كيما هكذا. وعندك هذا يهز وحده الاس هاوليك، هذا سعره 15000 وهذا 25000. وعندنا موديل جبناه جديد هايل بزاف، خلاص تابعوا معايا سيتو اللي عنده مسنان وما يقدرش يهز وكل شيء سهلنا عليك الحاله، واللي هي هذه الماكينه كيما راكم تشوفوا هاوليك. الماكينه هذه مليحه بزاف، خلاص احكم لي تشوف هكا، هذا اللي عنده مسنان ويستر عليه وكل شيء، ما عليك غير تعلقها من هنا في البلاصه اللي حبيت تعلقها. من بعد واش دير؟ هاو يجيك هو هابط هنايا، ما عليك غير تستعملها دير كيما هكا ويطلع. ها سهله مهله كما تشوف رافعة يدوية، يعني ما شاء الله هكذا وتزيد تطلع هكذا وتمارس هذه العملية، يعني ما شاء الله. هذا سيرتو الإنسان اللي عنده مسنان ويسط عليه ما يقدرش يهز الخروف تاعو، هذه تسهل لك عملية الحمل، يعني ما شاء الله آلة يدوية ما شاء الله. للسعر تاعها 360000. زيد واش عندنا؟ عندنا هذه المضاية فيها الألوان كذا قري وكاين أحمر، تمضي بها الموس، يعني ما شاء الله السعر تاعها يعني ما عنديش سعر تاعها اللي ما لقيتوش، متوفره مضايا. وعندنا المنشار اللي هضرنا عليه في الفيديو السابق، درنا لكم فيديو سبيسيال هذا المنشار. هذا المنشار اللي قلنا فيه 850 واط، يعني قوه كبيره وفيه تروى مول، هذا يتبدل المول تاعو، يعني هذا المنشار يا خالتي العزيزه وفي الضمان، يعني الله يبارك ما شاء الله قوه كبيره ويقص لك الجزره تاعك يعني في دقائق قليله. هاو يدير فيه 850 واط، هذه الماركه تاعو يعني معروفه. هذا السعر تاعو 680 درنا له، يعني ما شاء الله متوفر في محلاتنا. مالا خالتي مدام ابروفيتي لوكازيون، ماش تخلي اخر هذا ما تلقاياش تقول لي كيفاش اي خلاص السلع لي كيردون معروفين على كل حال متوفرين. عندك هذا، عندك الموديلات هذو، المارسو تاع الحم، عندك الموديل هذا في الحطب، وعندك هذا يعني الله يبارك ما شاء الله. الشوايه عندنا بزاف لي موديل في الشوايه، عندك هذه كيما هكذا في الفونت اللي سعر تاعها 85 في يعني سعر معقول. وعندك هذا لي موديل يعني الله يبارك ما شاء الله، شوف عندك هذه هكذا تجي غامقه، هذه السعر تاعها 130000. عندك هذه كيما هكذا سعر تاعها 48000. وعندنا تاع لومبورطاسيون ثاني منها مليك، نقدموا ليهم ونشوفوهم. هذيك حاجة مليحة، هذه السعر تاعها 78000 ما بواجهتين. عندنا هذه هكذا السعر تاعها 55000 في لومبورطاسيون، اللي يحتاج حاجة أقل سعر نروحو نشوفوهم. ها مليك فيهم تاع 20، فيهم تاع 25، فيهم تاع 30، كاين اللي فيها الحطبة، كاين اللي ما فيهاش الحطبة، يعني على حساب واش بغيتي تي خالتي مدام. هذو تاع لوكال والآخرين تاع لومبورطاسيون، هذو كاين ب 20، 25، 30، كيما بغيتي كاين راه كاين من الصغيرة إلى الكبيرة. اللي ما عندوش خلاص يقدر يستعمل هذا الشبايك هاوليك، دير عليه الحميص، دير عليه شوا كيما حبيت، متعدد الاستعمالات. السعر تاعو 30000، فيه المربع وفيه الشكل الدائري. إذا عندك شوايه وما عندكش ثاني الغطاء تاعها اللي تشوي عليه هذا ثاني كيساعدك بزاف، متوفر
بشكلين مختلفين. نزيدوا نروحوا نشوفوا اشياء اخرى. مطار كاشوى المعروفين على كل حال هذا عالميا ماشي غير في الجزائر فقط. مطار كاشوى هذا الحطب ها متوفر يعني هاوليك هاوليك. وعندنا هذا الاينوكس يعني اونسي جامي يعني تاج الاينوكس ها متوفر كما شفنا ذوك الاولين. شفنا هذا الثاني تاع الاينوكس حاجه مليحه. الكونفلايا عندنا هذه فقط اليدويه هاي متوفره ايضا. عندي السعر تاعها يدير 55 اللي يدير 55000 يعني. الله يبارك الاشياء العيد جد انيقه جميله. الشوايات دوك نزيد ندير لكم فيديو مخصص للشوايات. عندك هذه اللي يقلبوا بها الشوا ثاني ها عليك متوفره السعر تاعها 30000 الاينوكس حاجه مليحه يعني. اشياء العيد الله يبارك زاهيه. نرجعوا دوك نشوفوا الاطقم تاعنا اللي شفناه في بدايه الفيديو. نعطيكم السعر هذه درنا لها بروموسيون كانت دير 1150 قلبناها 950000. واش فيها؟ فيها منشار مقص، فيها مضايا، وفيها المول تاع المنشار. هذه فوق واش كاين هنايا؟ واش كاين؟ كاين مضايا اخرى شاغور، كاين موس تاع سليخه صغير، موس كبير القصان وسليخه، وكاين موس تاع ذبيحه، وكاين موس تاع قصان. هذه كومبلي كيما هكذا كيما راكي تشوف فيها فاليزه الله يبارك ما شاء الله اللي سعرها تاعها 950. بالاضافه الى هذا الموديل اللي شفناه الاول فيه طابقين، طابق الاول والثاني. هذا الطابق الاول فيه ستة كيما راك تشوف، هاد 3 4 5 6 منشار، وعندك شاغور 6 فراشت، وعندك مضايا، وعندك الطابق الثاني اللي هو هذا هاوليك مفتوح هنايا، فيه موس كيما هذا يصلح للشاورما، عندك موس كبير تاع ذبيحة، موس منشار، موس تاع قصان، موس تاع سليخة والفرشيطة هذه، وعندك هذه السكاكين اللي جاية معوجة. هذه كومبلي كانت دير 850 قلبناها 650 650 هذه كومبلي. عندنا هذا الموديل تاع 550 قلبناها 450 كيما راكم تشوفوا واش فيه هاوليك. فيه ارتيكل 2 3 4 5 6 7 8 بالبوشيت الله يبارك يعني ما شاء الله. هذه السكاكين ايضا جايه اينوكس كومبلي، هذا يدير 280 جاي كومبلي اينوكس، فيه الصغير وفيه الكبير يدير 180، هذا تاع قصان وهذا تاع ذبيحه يعني ما شاء الله. عندنا هذا الطقم ايضا جاي هنا في الحطب، وعندنا في البلاستيك هاوليك البلاستيك، وهذا في الحطب. هذه السعر تاعها 780000 حطب، وهذه 750000 بلاستيك. 750 بلاستيك، 780 حطب الله يبارك ما شاء الله. تديها كيما هكذا تخبيها كل مناسبه تجبديها يعني كل عام تستعمليها. خالتي مدام عمي العزيز كيما راك تشوف يعني الاناقه تتكلم هاوليك كل شيء كاين. ما عليك غير تزورنا محلاتنا المتواجده في مدينه عمليله وتخطف حويجات كيما راك تشوف. كاين اشياء البروموسيون وكاين اشياء متوفره كيما راك تشوف يا عمي العزيز. متابعينا اوفياء نقول لكم شكرا لحسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.